Good morning, my dear pupils. Open your books on page 30. افتحوا على صفحة 30. Unit 2, Lesson 5. To complete Unit 2, لإكمال Unit 2. عندنا هذا اليوم هو الماتيريالز، المواد. My dear pupils. صرت لك وصل سؤال يقول listen. أصغي and read. أقرأ. Can you guess if the sentences are true or false? Tick. True العلامة الصح true بالمربع الأخضر or false بالمربع، يعني فقط أنت تضع العلامة هذه الصح يا إما بالمربع هنا يا إما بالمربع هنا، عندك مربعين، إذا كان الأخضر هو true بالعلامة الصح وإذا كانت خطر حتضعها وين؟ بالفوز فقط الصح. هنا عندي هذه الجمل يشوفونها ماي دير بيوبلز تلاميذ أعزاء، هذه جدا مهمة ركزوا عليها جدا مهمة، هذه ما تقدر تحلها ما تعرف عنها أي شيء، حلك ياها اني صح بس ما تفهمها. هنا البسجز هاي القطعه شوف هذه جدا مهمه، تجيك قطع خارجيه جابوها جابوها من عندها قطع خارجيه، تجيك هذا قطع اللي اول سؤال يعني 10 درجات ما يدري بيه، بس راح اقراها اترجم لك اياها. هذه الاسئله ثرو الفورس ماخذيها منها، وايضا في يونت اون بيج العفو 31 صفحه 31 شوفون هذه الاسئله، هذه أجوبة أريد منها كون عليها أسئلة، هي هاي نفسها بالضبط، هذه اللي هنا خلاها هنا أريد منها طلع منها أسئلة أيضا فيري ايزي كل سهلة. راح أقرأ لك القطعة اللي هي فان فاكتس حقائق يقول مسلية أو مريحة. أول قطعة اللي شحكي تكلمي هنا على الود الخشب، شوف القطعة الثانية الربا على المطاط، القطعة الثالثة كتن على القطن، هنا اللذا على الجلد، هنا على الوول على الصوف. شوف القطع اللي ما اخذ لك اياها هنا ما يدير بيو، بس راح اقراها وترجمها ان شاء الله نحلها منها جدا سهله. يقول ود الخشب comes from، شوف هنا comes from ما انطاني از ميد ولا ارميد، اخذناها عند بريفيوس لسن في الدرس السابق ود تبونها زين، ود comes from ياتي من trees الاشجار، some houses بعض البيوت are خلى are ليش يبيها السجمة are made from مصنوعة منين من الود من الخشب، هاي عند الأجانب مو عندنا احنا، البيوت مالتي مصنوعة من الخشب خوفا عليها من الزلازل أو البراكين، and so is a lot of furniture وأغلب والأكثرية الأثاث تصنع منين من الخشب، paper الورق is usually عادة made from wood too يصنع منين من الورق ايضا، انتبهوا زين. يقول ود اخذ كمز فروم، ما ياخذ از ميد ولا ار ميد، انتبهوا لها ود الخشب كمز فروم يصنع من نبات رباني هذا من الله سبحانه وتعالى، كمز فروم تريز ياتي من الاشجار، الخشب ياتي من الاشجار، سم هاوسز بعض البيوت ار ميد مصنوعه من فروم ود من الخشب، اند سو از ا لوت اوف فيرنتشر وكثير منين من الاثاث تصنع منين من الود من الخشب، بيبر الورقه هاي اللي عندنا جاي نكتب عليها وهذه اللي احنا جاي نقرا بيها، is usually عادة made from wood مصنوعة من الورق تو ايضا، يعني ما على ود واحدة الورق يصنع منها عدة مواد، فيقول لك الورقة ايضا تصنع منين؟ من الود من الخشب. هنا نجي على الربا على المطاط، المطاط comes from ايضا comes from a tree، منين ناخذ المطاط احنا؟ ناخذه منين؟ من الأشجار، انتبهوا لها رابر comes from مو is made ولا are made a tree من الشجرة called، شو يسمون هذه الشجرة؟ called rubber tree يسمونها شجرة المطاط، يسمونها rubber tree شجرة المطاط، car tires طيارات مال السيارة are made from، شوف هنا are made هنا comes from ركزوا لها زين، car tires طيارات السيارة اللي بيها صغار بيها كبار بيها أحجام بيها شلون يريدوا يسوونها يسوونها are made from مصنوعة منين من الربا من المطاط، تقولها زين the rubber المطاط in your pencil اللي موجود the rubber شوفون هذا ربا المطاط in your pencil case في محفظة قلم الرصاص isn't made from rubber ليست مصنوعة من المطاط اللي هذا احنا نقصده now الآن but from something ولكن ويا بعض الأشياء man made من صنع الإنسان ليست بعد فقط المطاط المساحة اللي عندك in your pencil case في محفظة قلم رصاص isn't made from rubber ليست مصنوعة من الربا now الآن but from something man made أيضا مصنوعة من بعض الأشياء من صنع الإنسان، تبون زين ربا comes from
a tree, called a tree. Cotton, القطن comes from, أيضا comes from, القطن ما قدر ندخل به. تزرع أنت البذرة تطلع القطن يا أما صالح الاستهلاك أما غير صالح الاستهلاك، يطلع الجودة مالته زينة أو مو زينة. comes from a plant، منين يأتي؟ يأتي من النبات. القطن comes from a plant. The English word cotton، الكلمة الإنجليزية للقطن، comes from، أتت منين؟ Arabic. كلمة قطن هي أصلها عربية وليست إنجليزية. Some money، بعض النقود is made from cotton، بعض النقود اللي عندنا الورقية مصنوعة منين؟ القطن. Mixed with the other materials، مخلوطة مع بعض المواد ويصنعون منها الماني النقود. لذا الجلد is، شوف هنا خذها is، شوف هنا كله comes from comes from comes from. لذا الجلد أنا راح أقوم بالعمل ماله بصنع. لذا is used for many things، شوف هنا الجلد يستخدم لعديد things، لأشياء such as، مثل إيش راح نستخدم إحنا الجلد إلى؟ shoes، أجركم ولا أحذية، boots، البوتات، jackets، ستر اللي عندنا بس، and bags، والحقائب. هذا من يصنع؟ يصنع من اللذا. In the past، في زمن الماضي، people، الناس used leather، يستخدمون الجلد for cups. ليش؟ الأواني مالتهم يصنعون منها الأواني، يخليه هو يخيطه، يخليه على شكل صغير مربع حسب ما هو يعمله، يخليه إناء له يشرب به أو شيء. people، الناس used leather، يستخدمون الجلد for cups. tents، الخيم مالتهم اللي ينامون بها. بوتلز، على شكل يسويه على شكل بطل قنينة يعني، ويضع بها مواد مالت الماء أو أي شيء. and many other things، وأشياء عديدة أخرى. today، اليوم، مسلذة، أغلب الجلود comes from، شوف هنا today، جلد اليوم أنا راح أصنع، شوف هنا today، اليوم، must، أغلب الجلود، لذا الجلد comes from cows، منين يجيني؟ من الكاوس. أني راح أخذه من الكاوس بس أني راح أصنعه. شوف هنا leather is used for many things، إحنا نستخدم used for، يستخدم العديد من الأشياء. ليش؟ أنا راح أصنع منه، إذا أصنع منه هذا. بس من تيجي علي هنا، شوف today، اليوم، must leather، أغلب الجلود comes from، شوف يأخذونها منين؟ cows. but it can come from crocodiles، but لكن it can، أيضا نستطيع، come from، تأتي منين؟ crocodiles، من التماسيح، يستخدمون جلود التماسيح حجكم الله، الأحذية والأحزمة والغيرة. snakes، الأفاعي، and other animals، والحيوانات الأخرى اللي هم يستخدمونها ويدخلونها في الصناعة، أي الأشياء اللي يجدوها. wool، صوف، is a very warm، كلش دافئ. صوف is a very warm، كلش دافئ، and cold، وبارد. material، مادة حارة دافئة ومادة باردة. تو أيضا. wool، صوف، keeps، يحافظ، its shape، يحافظ على الشكل. and is great for making trousers، and is great for، ولكنه كلش ممتاز وعظيم، for making trousers، لصناعة شنو؟ البناطيل اللي احنا نرتديها. هذا منين يصنعونها؟ يصنعون من wool. sweaters، البلوزات، and jackets، والستر، هاي منين يصنعونها؟ يصنعونها أيضا منين؟ من الwool، من الصوف. تمنوي، كشمير is a very soft and expensive wool. تروح للسوق يقول لك يابا شنو عندك قماش؟ يقول لك كشمير. هذا كشمير مو صحيح، هذا كشمير تقليد كلاوات. كشمير is a very soft، الكشمير يصير كلش ناعم كلش طري. and expensive wool، الصوف ماله غالي، هذا مو موجود عندنا احنا هنا، بس تقليد اللي موجود عندنا. من تلقى كلمة، شوف هنا expensive wool، الصوف الغالي، دائما ياخذ كلمة كشمير. فالكشمير الصوف ماله جدا غالي، يعني المادة اللي يصنعون منها القماش، ثوبه والبنطالة وإشي، تصير مالته غالية. and comes from، ويأتي منين؟ من كشمير goats. كشمير goats، الجوتس عند هنا ماعز. هل يا ترى بأن الكشمير goats يأخذونه من الماعز؟ بأن الصوف هو ماعز؟ لا، هنا كشمير اللمعة مال الصوف، اللمعة مال الصوف اللي عالجكم الله على الجلد مال الجوتس مال الماعز. شايفين أنتو إذا تغسل الماعز يطلع اللمعة مالته كلش ممتازة، اللمعة مالته حلوة. شبه هنا يقصد بيها بأن الكشمير، الكشمير اللمعة مالته كلش طرية وتجذب النظرة، ولهذا مصنوعة منين؟ من expensive wool، يعني من مصنوعة من صوف جدا غالي كلش ممتاز، واللمعة مالته جدا حلوة. فيسموها، سموها كشمير goats، هاي عند الأجانب يسمونها كشمير goats، بس انتبه الى كلمة expensive wool. these، هذه come
from أتت من many countries عديد من الأقطار including Iraq. هذا الصوف أيضا come from many countries عديد من الأقطار including Iraq ومن ضمنها العراق أيضا يوجد فيه هذه النوعية. قريناها my dear pupils قطع كلية تتوقع أي قطعة تجيك قطعة خارجية راح نرجع my dear pupils على هنا هذه النقاط اللي عندنا وراح نخلي بالمربع لو ترو لوز لأن هذه كلها منين جابها جابها منه شوف هنا the word cotton كلمة قطن comes from the Arabic word cotton وترجع هنا على الكتن لاحظ هنا cotton comes from plant the English word شو انتبه لنا the English word شو هنا the word cotton comes from Arabic word cotton the English word cotton comes from Arabic شوف الكلام هذا مطابق ويا هذا الكلام هل الكلمة قطن جت من اللغة العربية هاي أما البقية ما أدري لها بعض إذا خلي يمنا يما تك علامة الصحي إما هنا إما هنا جدا سهلة ما يدير بيو بس منتبهوني ترى جدا مهمة نمبر 2 بيبا is usually made from cotton أرجع وين على الكتن يقول بيبا is usually from cotton يقول some money is made from cotton makes with the other materials شوف هنا أكو كلمة بيبا هنا بالقطن هل البيبا الورق الورقة مصنوعة من القطن اوكي تبونها زين لو ترجع هنا تلقي كلمة بيبا هل هنا الجملة الثانية موجودة هنا موجودة اوتوماتيكيا هي راح تبين عندك واذا موجودة لا نمبر 3 الفيرنيتشر كل الاثاث is made from wood مصنوعة منين من الخشب كل الاثاث تبونها زين all furniture يقول كل الاثاث مصنوعه من القطن وتجعل الود تجعل القطن وتشوفه هل الاثاث مصنوعه من القطن دورون هنا لقيتها ضع هنا تكفي المربع اذا ما لقيتها راح ضع بالمربع الثاني يعني كلمه مو صحيح كلمه خطا نمبر 4 wool الصوف comes from sheep wool comes from sheep صوف يأتي من يم الأغنام goats الماعز and even rabbits وحتى الأرانب الأوروبية هذه وين تروح تلقاها all furniture is made from wood كل الأثاث العفو number 3 all furniture is made from حليناها يقول number 4 wool comes from sheep تروح على wool wool is a very وتقراها صحيح يعني ماخذين الول الصوف يأتي من الشيب من الأغنام goats من الماعز and even rabbits حتى أنت ما يحتاج حتى تروح القطع يعني جدا مهمة ترجمة سهلة عندك number 4 ربا المطاط comes from tree هل المطاط يأتي من الشجرة قريناه وفهمناه هل أنت تعتقده حط هنا المربع ولا تحتاج تروح هناك 6 مصلة أغلب الجلود comes from cows أغلب الجلود تأتي منين من الكاوز من الأبقار ليش لأن حجم مالها is very big كلش كبير هاي انتبهونا ما يدير بيوبلز on page 31 على الصفحة 31 ما يدير بيوبلز منطيني يقول underline ارسم خط the verbs تحت الأفعال in the sentences change the sentences into questions حول الجمل هذه إجابة أجوبة وسوي منها سؤال جدا سهلة ما يدير بيوبلز تجعل شلون أكون سؤال جملة إما تبدي أحد أفعال أحد أفعال العمل إذا كان الكلمة بها S راح تبدي بايش تبدي بداز اذا الكلمه مجرد الفعل مجرد خالي من اي اضافه راح تبدي بدو اذا الفعل بي اي دي راح تبدي بايش تبدي بدد لان الفيرب تبدو افعال العمل الكلمه اللي بها اس ابديها بداز اذا ما بمجرد راح تبدي ارجع لك هنا ما يدير بيوبلس نمبر 1 ذا وورد كوتن كمز فروم ذا ارابيك وورد كوتن شوف هنا ذا وورد كوتن وين الفعل هذا كم هو مش لك يا علي بي اس لما بي اس بي اس بيش بدا الجمله بدا بداز من بدا الجمله هنا بداز نزل بقيه الجمله شوف هنا التي كان كابيتال بدايه الجمله حيصير سمول كل ما تبدا الجمله بيش تبدا تديها بكابيتال كان جواب بالسؤال بدا بكابيتال نزل بقيه الجمله بس هذه شنو هذه هنا داز ذا وورد كوتينج كمز هنا بس فقط الفعل ينزل مجرد نزلها بالاخير حط علامه استفهام هذه كلش سهله ما يراد لها بس انتبع الفعل هنا الفعل لو ما بي اس راح تبدا بدو هنا الفعل لو بي اي دي كان راح تبدا بدد أما أخذينا على شرحينها ما يدير بيوبلس أما إذا بدأت الجملة إذا الجملة أي جملة تلقى بيها is are
was well. كان كنت شل ول وهكذا. اي جمله تلقاها تبدا باحد الاوكزيلر فيرب احد الافعال المساعده، قدم الفعل المساعد خليه بدايه الجمله وانتهي كل شيء، اجعل الجمله الثانيه ما يدير بيبص. Paper is usually made from cotton. شوف هنا ما عندي فعل يحتوي على اس، هنا عندي اوكزيلري فيرب تحقله على فعل مساعد تحقله زين از. هذا الاز فقط انت انقله بالبدايه الجمله، كل ما يرد ما يرد لك منك شيء، وبالاخير خلي بالاخير نزل الجمله مثل ما هي ونزل علامه استفهام. هاي بيبا از يوجوالي ميد فروم كوتن، تصير از بيبا يوجوالي ميد فروم كوتن، هذا كل ما افلام. ترجع هنا نمبر 3 اول فيرنيتشر از ميد فروم وود، تحق على الاز موجوده از، بس قدم الاز بالبدايه، انقل الاز بالبدايه، نزل الحكي هذا كله وخلي بالاخير كوصل معك، هذا كل ما افلام. صير is all furniture made from wood, wool comes from sheep, goats and even rabbits. هنا تحق على الفعل هذا، ما عندي امو الزوار، شوفوها ما بيه، اروح على الفعل هذا ثاني واحد comes شبيه بس خلي does بدايه الجمله بحرف كاب، تنفس هذه ما يدير بيوبس، نزل بقيه الجمله وخلي بالاخير توصل معك، سهله جدا سهله. rubber comes from a tree بس لما بس خلي داز نفس بقية الجملة. مصدر ذا comes from cows أغلب الجلود بها اس، هنا ما يدير بيوبلز، حط داز في بداية الجملة وكمل بقية الجملة ينتهي كل شيء. فيري فيري ايزي كل سنة ما يدير بيوبلز تلاميذنا وتلميذاتنا في هذا الخصوص. أجي هنا هذه أيضا مطالبين بها ما يدير بيوبلز في قطعة خارجية راح أقرأ لك إياها حول الدكتور والهوسبيتال ما يدير بيوبلز. يقول Tell us about what you do every day. خبرنا ماذا تعمل كل يوم. شوفون هذه الدكتور، هذه الدكتورة شنو عملها؟ وش راح تعمل؟ وش راح تقوم بالواجب مالها؟ قالك يا ما يدي إحنا قارينها ورجع لك يا. I'm a doctor. أنا طبيب. I'm a heart doctor. تخصص قلبية. I'm a heart doctor or surgeon. بين قوسين خلون كلمة surgeon. surgeon جراح. surgeon. From العمل ماله Sunday to Thursday. Sunday to Thursday. يعني من الأحد يبدي إلى الخميس. I work أنا أعمل in a hospital. دير بالك ما دام دكتور، شوف الجوب مالته المهنة دكتور. in a hospital مستشفى. I work أنا ألبس يونيفورم. يونيفورم الزي الرسمي تحقوله هنا. ما لابسة دشداشتها وبالمطبخ شايل السكاكين مالتها. لا زين الزي الرسمي مالتها اللي بالمستشفى. شلون أعرف دكتور؟ من الزي المسمى. I wear a uniform أنا ألبس الزي الرسمي. It is white. الزي الرسمي شنو هو؟ white كوتن. كوت المعطف ماله تشوفون تلبسه وايت، جون ماله ابيض، هاي الصدريه تلبسه ابيض كوتن مصنوع منين؟ من قطن. كوت شوفونه كوت، هنا كوت يقصد به المعطف. اند ثين وايت اور بلو هيد سكاف. اند ثين خفيف جدا، وايت شلون لونه؟ ابيض او بلو. شوفون هاي الربطه اللي لابستها وشاحن على راسه، شو يكون؟ يكون ثين مصنوع منين؟ خيط الخيط ماله جدا خفيف. شلون لونه؟ ابيض او بلو، ابيض او ازرق، بس مو حلو بالمستشفى يلبسونه. هارد سكاف يقصد به الوشاح، هارد سكاف الحجاب يلبسه. اي لوك افتر انا اعتني او اهتم بيش؟ ماي بيشنتس بالمرضى مالتي. اند اي تراي وانا احاول تو ميك ذيم بيتر ان اجعل الشيء لهم افضل بكثير، يعني اريح نفسياتهم اجعل، يعني اقول له نفسي ممتاز انت ما بيك شيء راح تطلع لك لوات. اي جيت اب أنا أنهض very rarely كلش مبكرا because بسبب I usually do operations أنا عادة أن أعمل operations. operations عمليات. the mornings شو وقت تعملها؟ في الصباح. in the afternoon في المساء، تبونها زين in the afternoons في المساء تعمل operations the morning. إذا جاك تعمل عمليات في الصباح صح وفي المساء أيضا صح. I visit the wards أنا أزور الريد هات and check on my باشنت ومن ثم افحص المرضى اللي عندي اني وين راهدين راقدينه وين في المستشفى. كل واحد برده مالته. شفتوه ما يدير بيوبلز اعزائي التلاميذ؟ هذه القطعه جدا مهمه. شوف هنا راح اقرا لك هذه. Is your job difficult؟ صعب المهنه
صعبة. I work with a small team. أنا أعمل مع فريق صغير of other doctors. ويا دكاترة بقية الدكاترة and nurses والمرضات. We are usually very busy. We are usually very busy. إحنا كلش مشغولين. I often work. أنا عادة أعمل for many houses. لكثير من البيوت. Some operations. بعض العمليات take a long time. تستغرق وقت طويل. Perhaps ربما 5 or 6 hours. تستغرق لمدة 5 أو 6 ساعات. It is difficult job. إنها مهنة صعبة. But I love it. لكن أنا أحبها فعلا. صحيح لها مهنة صعبة. ليش؟ يعني غالبا يموت الشخص عندك إذا طول عندك من العملية والتخدير وغيره. ما يدير بيوبلس. هنا ما يدير بيوبلس. On page على صفحة 34. Unit 2 Lesson 7. Check my understanding. هذه جدا مهمة. دي بعد ما تلقى check. Check هذه جي من صيغة أسئلة. Read working in a busy hospital again. قرينا قطع على الدكتورة. And tick صح or no. شوف هذه الأسئلة وين ترجع. تشيك على الدكتورة. هنا أنت تخلي يو يس. لو تحط العام تتك. لو بهذا المربع لو بهذا المربع. تجي على نمبر 1. السيرجن يقصد به الجراح. طبيب الدكتور طبيب قلبية. Is a doctor. هو دكتور. هل الجراح هو دكتور؟ دير بالك جدا مهمة. السيرجن is a doctor. يعني يس هو صحيح دكتور. Who does operations. هو يعمل عمليات. صحيح الدكتور. الجراح هو اللي يعمل عمليات. نعم. بالامتحان غالبا يجيب لك a teacher is a doctor who does operation. لا هذا خطأ مو صحيح. دير بالك surgeon is a doctor. الجراح هو دكتور. نعم طبيب يعمل operation. نمبر 2. She always here does operations. هي عادة ودائما تعمل عمليات in the morning. صح تعملها في الصباح وتعمل في المساء. نمبر 3. She wears هي تلبس a uniform at work. تلبس الزي الرسمي في العمل مالت. وما تلبس الدشداشة وتروح ما رايح المطبخ ولا رايح تخبز على التنور. نمبر 4. Today she is shopping with the friends. Today she is shopping. هي تسوق اليوم. هي تسوق with the friends مع زميلاتها. نمبر 5. She is shopping for a white. She is shopping. هي تسوق for a white coat. تلبس المعطف مالها الأبيض for work للعمل. نمبر 6. Her daughter ابنتها is buying تشتري a thick sweater. sweater تخين. 7. They go to the shopping. هم يذهبون إلى التسوق مول. shopping mall. إلى المول للتسوق every day. يوميا يروحون يتسوقون. يعني ظهر شغل عمل ما عندهم. نمبر 8. She sometimes هي أحيانا وبعض الأحيان plays تلعب تنس at the weekends في نهاية الأسبوع. يعني الدكتورة تلعب تنس نهاية الأسبوع. Many thanks my dear viewers for listening to me. Goodbye.